عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم سعيد نلتقيكم اليوم، يوم 19/7/2020. وأنا سعيد جدا يعني الليلة أنه أشوف الموكب وصل بالسلامة. وأنا أتكلم في الجانب ده شوية، لكن أتطرق لحاجة تانية، العنوان بتاع اللايف. لكن يا ريت كلنا كده نعمل شير ولايك عشان نقدر نوصل رسالتنا، وما هناخد من وقتكم كتير إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إذا بيجي في العمر بقية. طيب، الرسالة التحية لكل الشباب الشاركوا وكل من ساهم في الموكب الجاي من كل الولايات، ما من العاصمة القومية المثلثة لوحدها، لكن حتى الناس الجو من شرق السودان، الناس الجو من الشمالية، الناس الجو من دنقلة، الناس الجو من حلفة. والتحية لكل الناس القامت، وناس الأبيض وناس النهود والمجلد والضعين وبابا نوصة، والتحية لكل الناس دي اللي إذا الناس شاركت الآن. والتحية لكل لجان المقاومة في أينما كانوا، وكل الميادين الاعتصام في الضعين وفي دارفور، والآن شفنا برضه في العبيد في تجهيزات لمليونية، وهذه حاجة جميلة طبعا لصبة جديدة هيجفوا مع أهلهم أو مع شبابهم في كردفان. ونتمنى من الله أنه الحاجات دي يعني تكون لنا كلنا نجيف مع بعض. طيب، إذا حمنا نحن السلام، دايرين نبني وطن والوحدة حقت الوطن يا جماعة. والله الخطة الحسي ماشية، دي الخطة الوحيدة ممكن تجيب السلام في جمهورية السودان. لا لحركات المسلحة، مع احترامنا لهم، ولا للأحزاب السياسية، مع احترامنا لهم، ولا للجنجويد القتلة، دي ما عندنا لهم احترام بالمناسبة. أنا ممكن أقول لناس الجنجويد مع احترامنا لهم، لأن هم القتلة والسفاكين الدماء، لا يمكن أن أقول لهم مع احترامنا لهم مهما يكلف الثمن. أصلا ما حتراجع من خطة أو من الخط اللي أنا ماشي فيه مهما يكلف الثمن. الجنجويد هم قتلة، لا يمكن أن نقول لهم يعني نسامحهم، لسه هم ما دفعوا الثمن. والثمن الحسي جاري في السودان، والله العظيم تقطيع النسيج الاجتماعي الموجود في السودان السبب حقه قوات الدعم السريع وميليشياتها. وخلينا نعترف بذلك، رغم أنه فشل القوات المسلحة السودانية، لكن الكلام ده إذا دارين نربطه ونجيب سلام حقيقي في جمهورية السودان، والدولة تكون دولة، وتحية للجان المقاومة بالداخل وبالخارج، وكل من ساعد على لجان المقاومة في الداخل والخارج، والخزي والعار لكل من عاكس والبعاكس العمل الخير الماشي على توحيد الشعب السوداني. والآن والله أنا أقول لكم حاجة، الآن الأحزاب السياسية بترجف، والمكونات بتاعت الحركات المسلحة برضو بترجف من الربط النسيج الاجتماعي الجديد. وأنا بحيي من عبر الموكب ده لكل أخواننا، يعني لأخونا محمد باسمه ده أخونا أبو التومات له التحية عبد الرحمن، وبحيي أخونا محمد سيد، وبحيي أخونا عثمان بالمملكة العربية السعودية، وبحيي أخونا فضل الله، وبحيي كل الكنداكات، وبحيي كل من وقف في داخل المليونية أو في داخل المسيرة المشهد دي بدون إقصاء لأي حد. تحياتنا لهم كلهم كويس. لكن الحتة دي في ناس ما قبلانينها بصراحة كده، في ناس خايفين من الموضوع ده، خايفين منه شديد جدا. والخوف لشنو انت قايل؟ الخوف انه يجي السلام، والسلام اذا اردناه علينا نطلع الشوارع ونطالب بالسلام ونطالب بالسلمية والتحية للمرأة في كردفان. اليوم احنا شفنا احتجاج بتاعت المرأة الكردفانية، قالت انها هي اكتر مرأة انظلمت، وهي مرقت لوحدة المرأة في كردفان. انا بحييها من عبر اللايف ده، تحياتنا لاهلنا في كردفان، في العبيد، كلها في العبيد، سواء كان العبيد من اولها الى اخرها. طيب من اولها الى اخرها وين؟ نجي من حي المطار يا زول، نجي من جبل كردفان، من الدروه، خلانا اجيكم عديل، من الدروه لحد حي المطار، من حي المطار لحد الاشلاق بتاع النقل، اشلاق النقل، من اشلاق النقل لحد اشلاق الجيش. وانت ماشي يجيك حي عمير، وانت ماشي طوالي بالسكه حديد لحد ما تمشي تخش الموقف. انا بحييهم كلهم، بحيي حي بولدو والدلياس، فلسطين، حي كريمه، كريمه جنوب، كريمه شمال، طيبه جنوب، طيبه شمال، خور طقت، انت فهمت الكلام ده؟ الصالحين، انت فاهم؟ يعني طوالي الصالحين، وطوالي كده وادعي كيفه، وانت ماشي جورو هناك طوالي، زي ما انت فهمت؟ الغويد من حيه كلها بدون فرس، حي البترول، حي السريحه،
سواء كان حي الجامعة كويس تجاه المطاحن بهناك، مطاحن العبيدة الحديثة، جامعة كردفان، يا أخي لهم التحية والاحترام. العبيد كلها لها التحية، من العبيد لحد دنكوج، من دنكوج لحد بارة، لهم التحية والاحترام كويس. وبرضه بالشيلة بجاي لحد أهلنا في كردفان، لحد أنت ماشي بالشارع ده برضه تطلع لحد ما تمشي الدلنج، لحد ما تمشي الدبيبات، من الدبيبات تمشي الشوشاية، من الشوشاية تمشي الدلنج، من الدلنج أنت تشيل الشارع ده طوالي تمشي الدلنج، قاع على الحجر، الحلة الجديدة، المرافيد، ما بعرفه ليك، تحياتنا لهم كلهم الناس دي بالمناسبة. تمشي التلشي، كيجا جرو، كيجا تيميرو، أنت ماشي بجاي لحد ما تمشي كادوبلي، وتحياتنا لهم كلهم، لحد الجبال الشرقية، جبال برام، جبال تيس، وانت ماشي كده كولوجي، تلودي، رشاد، ابو جبيعه، يا اخي انا بسلم عليهم كلهم. تشيل الشارع بجاي لحد معداره، من تمشي من كيجا جرو لحد كيجا تيميرو، حله محمد زين، درونغاس، ام عداره، من ام عداره تمشي كيلك، من كيلك تمشي الخرسان، من خرسان تمشي حجليك، تحياتنا لهم لحالنا كلهم، وتمشي المجلد والفوله، وانت ماشي بالحتات دي كلها لهم التحيه الاحترام. طيب اذا اردنا نحن نجيب السلام، يجب علينا نحن نطلع عشان نجيب السلام كمواطنين، نطلع بالسلميه، نصبها شنو يا جماعه، نطلع نعمل احتجاجات ونحقق اي مدينه، دي الفدراليه نحن بننادي عليها. والفدراليه الان وصلت للشعب السوداني، الفدراليه دي ما بمعنى ان احنا بنكره الدين يا جماعه، يا جماعه ما في دول اتكلم في الدين، الدين ده ما في دوله ما محكومه بالدين بالمناسبه، عشان الناس ما تجي تتكلم لا لا والله احنا الدين، ما الدين ده والله اي دوله في الاتحاد الاوروبي هنا محكومه بالدين، اي دوله محكومه بالدين، ما في دولة في أوروبا دي ما محكومة بالدين. وأي زول بيفتكر أنه القانون الدولي أو الدول الأوروبية أو أمريكا أو كندا أو أستراليا ما محكومة بالدين، خليه يرفع يده، خليه يرفع يده، إلا هو ذاته ما بيعرف، هو قاعد في دولة وما عارف هي محكومة بشنو. الدول دي كلها حاكمة بالإنجيل، كلها حاكمة، وإنجيلهم ده عندهم خط أحمر. في دول والله العظيم أنت ما بتطبع لطائفة معينة في الاسم ده في الإنجيل، وأقسم بالله ما تحكم، ما تكون رئيس، بالذات بريطانيا. لكن ما دارين نحن نتكلم في كلام الاديان ده، ما دارين نخش فيه، لكن نحن دارين دوله المساواه، دوله كلنا نكون فيها كويس. والاسلام نحن بنحافظ عليه بالمناسبه، ده ديننا نحن بنحترمه. والمراه السودانيه بما معنى انه احنا لما نقول الحريه ان هنخلي المراه السودانيه هي عريانه، لا، الهواء السودانيه بتكون عريانه، لانه هي الله ما خلقها هي عريانه، لان هي ربنا جعل لها الستره. الهواء السودانيه من احسن الهوات في العرض، ان هي قاعده تلبس التوب السوداني وعندها الستره، فده والطرحه السودانيه ديل ما في زول بيتنازل منهم، ولا دارفور حتتنازل منهم، ولا جنوب كردفان حتتنازل منهم، لكن الخزي والعار للعملاء اللي بتاجروا بالدين. نحن دارين وطن يجمعنا كلنا، عشان دارين وطن يجمعنا كلنا يجب علينا نعمل شنو؟ يجب علينا كلنا نطلع الشارع في كل قريه، اي قريه تطالب بمطالبها، والمطالب لازم تتحقق. عندك قصاص اي، لكن انت هنا في خطا. بقول لاهلي وين؟ اهلي في دارفور بالذات، وجنوب كردفان بالذات، في دارفور وفي نيرتتا وفي غيرها. اسمعوا الكلام ده كويس يا جماعه، نحن لازم نقبل بعض البعض. الليله ما ممكن تيجي تطفوا دارفور دي كلها تكون ليله نحن كزنوج، ده برضه حد ذاته ظلم، والظلم شنو؟ ظلمات. انت ما ممكن، انت عندك زول مثلا في ارضيتك، الدارفور دي ما كل ارضيه حقت ناس، حقت قبيله معينه، الكلام ده برضه خطا، والناس هسه ماشيين على المنهج ده، والمنهج ده برضه فيه جزء يا جماعه فيه ظلم، والله فيه ظلم. القبائل العربيه دي ما قاعده معانا، حنوديها وين يعني؟ خلاص كلهم ما جم انتشاد، ما كلهم جم انتشاد، لكن حتى زول جم انتشاد ولا ما جم انتشاد، لو قاعد في دارفور دي انه ارضيتك انت، حاكورتك، حاكورة جدك المسجله والقاعد فيها، وجنينه ابوك وجنينه جدك دي ما في زول بيقعد فيها، لكن السحله النقعه ما ممكن تيجي تقول لزول والله يا اخي النقعه دي انت ما تقيل فيها، النقعه دي نحن كفور او نحن كزغاوه او نحن كفلات او نحن كتعاشة او كمسيريه او كبني حلبه، لا، النقعه دي حق الجدي، انا ما في حكوره، ما في كلام زي ده زول، ده الخطا اللي حسي نحن مرتكبينه، وده ما ممكن، ما في زول برضاو اصلا، ما في زول برضاو مهما يكلف الثمن. فيجي علينا احنا دارين ان نتوحد، والرساله لازم تصل، نوصل الكلام ده مرتوى. في ناس يقول لك حامد ده ماله قلب كده، مكان ضد العرب دين، لكن ما انا ما ضد اي زول، انا ضد الظلم، فاهم انت كويس؟ انت ما تصدم، انا قاعد اشوف برضه، قاعد اني اشوف فيديوهات في ناس بتزرع. واحد يا اخي انا شاهدت فيديو الزول بيزرع، اسمع الكلام ده كويس، الزول اللي بيزرع في حته في ارضيه، قال والله السنه اللي مضت انا ما زرعتها، ليه؟ لانه قلت والله يا اخي فيها مشاكل وبتيجي تحل المشكله، والسنه اللي مضت انا احترمت الموضوع ده، ما جيت حرتها. الزول اللي قال انا ما حرتت الزراعه دي، عديل قال ما حرتها، قال اي، والسنه دي ما في سنة، انا مول ما في زول حرتها، السنه دي قلت لقيتها برضه بوره في حتتها،
وانا جيت هنا نازل ده فريقي، قلت نزرعها، دقه محراده فيها، جو اهلنا قعدوا قالوا والله يا اخي دي ارض جدنا، قالوا يا جماعه دي بوره، ما في زول زراعه قبل كده. طيب نحن نمشي وين؟ قال نحن كعرب نمشي وين؟ ده سؤاله كان واضح. الله قال ان حكمتوا بين الناس فاحكموا بالعدل، في ناس كويسين. قال طيب طيب انا حردتك، انتوا ما جيتوا حردتوا ولا جيتوا جنكبتوا ولا عملتوا زريبه ولا في زول ينظف الحطب ولا دي قوس، ها الحته دي قاعده نقع. انا جيت لقيت بوره في محل، انا مشيت لمحل يعني قبل كده محروت. طيب الزول ده قال انا السنه دي جيت حردتها وما خشيت في كلينكاب اي زول، وجيت وقفتوني قلت خلاص تجي تحلوا الموضوع، انتظرتكم 4 يوم ما جيتوني، 5 يوم ما جيتوني، الليله يوم السادس لما نزلت مهراتي قال احرد جيتوا. انا امشي اهش وين؟ امشي ازرع وين؟ سؤاله كان منطقي، السؤال زي ده منطقي، امشي ازرع وين الزول ده؟ كده بس بالمنطق كده الزول ده يمشي ازرع وين؟ كده بين امر شير ولايك، انا ما حطول معكم، اللايف ده داير يصل عشان احنا والله بجد. وانا انا كده خليني اشوفك الاسمنت ده، خليني اشوفك الزول ده عشان برضه الناس تقدر يعني تحكم يعني، ها عشان تقدر تحكم في الموضوع ده برواقه كده، عشان ما يكون يعني ما يكون كلام ساكت كويس. الناس عشان تقدر شنو نحن ذاتنا نقدر نحكم نشوف، عشان ما يكون في اخطاء جسيمه، بالمناسبه في اخطاء جسيمه جدا. في أخطاء يعني جسيمة جدا. خلاص أنا ما حولته هنا، قاعد في التليفون الثاني والله في الواتساب كويس. يلا الأخطاء زي دي، الأخطاء زي دي خطيرة يعني الإنسان ده. يلا نحن دارين نحل المشكلة، جمهورية السودان عشان تبقى السودان لازم نقبل بعضنا البعض. الناس اللي قاعدين في حواكير الناس، الناس اللي قاعدة في حواكير الناس يدير يجب عليهم يقوموا من حواكير الناس والله، لو عدوهم ولو اشتروا دم دي نحن بنعرفها، اي زول قاعد في حواكير الزول يقوم منها. لكن الانسان اللي اصلا الارض دي بوره، بوره مثلا، وزول جه سكن وجه زرع فيها، طيب الزول انت حتطرده كيف؟ دي اذا قدرنا حليناها دارفور الليله ده يكون فيها امان. واجمل حاجه يوم الليله الناس اجونا من قدام ديل، الناس اجونا، اهلنا اجونا من الخرطوم واجونا من كل الولايات، الناس اللي اتكالوا علينا ديل كالوا جو ليه؟ جو عشان يبنوا الوطن. طيب الوطن ده بيتبني كيف؟ الوطن بيتبني بالوحده. طيب الناس اجو ديل الحس جو وكلهم اتكالوا من بور السودان ولجان مقاومه كلهم جو ديل كلهم عشان يكونوا يعني يكونوا شنو؟ في زول قال لي الحواكير خط احمر. شوف الحاكوره دي ما في زول، انت فهمت الكلام ده يا محمد؟ اسمع الكلام ده كويس عشان تفهمه. اي انسان قاعد في ارضيه الزول تشيله منه ارضيته تماما، يرجعه للارضيه اللي صاحبها. لكن الارضيه الفاضيه، البوره الفاضيه، انا بتكلم في البوره الفاضيه، ما انت ما تجي تقول لي دارفور كلها للفور، او دارفور كلها مثلا دار مساليد كلها للمساليد، ما في ناس ساكنين معاك، انت فاهم القصه؟ دي الحته دارين احنا نحلها. العقدة دي واضعين لها ناس معينة وماخذين مصالح من الحتة دي، والمواطن المواطن المواطنين ديل في ناس أبرياء في الحتة دي. لكن الإنسان القاعد في حافورة بني آدم هو ده اللي يقوم منها قصب عن 60 جزمته، ده يقوم منها، ده أنا ما هتفق معه فيه. والجنجويد ما هنتفق معك فيهم، الجنجويد ديل إذا هم قاعدين الموت بكون فيه، لكن ده ما بيمنع أنك أنت القبائل العربية دي هي جزء لا تجزع منك أنت وجزء لا تجزع من المجتمع الموجود في دارفور. يردين ولا ينعبينا؟ في ناس عندها اراضي اشترتها بقروشها، اراضي مين مش حسي قبل 1000 سنه وقبل شويه، ده الليله بس، الليله بس نشيله نوديه وين؟ ما ممكن. لكن الانسان المعتدي والانسان القاعد في ارضيه الانسان ده يقومه والحاكوره ترجع لسيده، العرضيه ترجع لسيده، ده الحل الصح، ونقبل بعضنا البعض عشان نبني دوله. والسلام احنا بنجيبه والله، لا في حركه مسلحه بتجيب سلام، اسمه الكلام ده انا بقول لكم كويس قسما وعظما، حركات مسلحه ما بتجيب سلام، احزاب السياسيه ما بتجيب سلام، اسمع الكلام ده كويس، القوات المسلحه الكذابه ما بتجيب سلام، خطوا في راسكم، الكذابه دي ما بتجيب سلام، الجنجويد القتل المغتصبين والحراميه والنصابين ما بيجيبوا سلام، ده كلهم كذابين ناس مصالح.
اللي بيجيب السلام منو؟ اللي بيجيب السلام زي المليونيات او المسير الجباه الشباب من العاصمه القوميه المثلثه والوحده بتاعت الشعب السوداني، ده اللي بيجيب السلام. ده اللي بيجيب السلام ليه؟ لانه ده ربط بتاع النسيج الاجتماعي المفقود قبل 200 او 300 سنه، الان قاعد يرجع مع الثوره السودانيه دي. طيب اذا دارين نحن نحافظ على الكلام ده، نبقى انه كلنا نطلع في مناطقنا ونطالب بمطالبنا تتحقق. مطالبك في الضعين تطلع في الضعين سلميه تتحقق، تطلع في ابو جابره تتحقق، تطلع في مروابه تتحقق، تطلع في كويسه تتحقق. ده هنا انت احنا بنقدر نرجع ونعمل نسيج اجتماعي بكون نسبه 300%. زي القافله الجاد مع الشباب دي قافله جميله جدا، واحنا نحيي الناس على الجهد ده، ده اللي بيودي الناس لقدام. لا في حركه مسلحه بتحل مشكله، اسمع الكلام ده كويس، الطين في طينه والعجين في عجينه. حركات المسلحه اسمه كلامي ده كويس، انتوا قاعدين تسمعوا في الكلام ده. اردوا كويس عشان نجلدكم نما الشيطان قمر، وانتوا مع الجنجويد كلكم صحن واحد قاعدين تاكلوا، جزء منكم قاعد ياكل مع الجنجويد سوا، فما في فرق. ما في فرق اصلا يعني بين حركات اللي حسي موقع في اتفاقيه مع الجنجويد، نحن اخوه. انت فاهم القصه دي؟ يعني احنا مع الجنجويد اخوه، مع الغطره والمغتصبين هم اخوه. لا يمكن اصلا. ليه؟ لانه اصلا ما ممكن حاجتين دول اجتمعوا سوا، مويه وكهرباء. دين ما ممكن تخطوا يدينكم مع بعض. اذا خطوا يدينهم معناته دي كانت ما مويه. ده ما مويه. لا 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 دي كهرباء كانت ذات نايمه. اللي بيجي يقول لك والله يا اخي الجنجويد دين نحن والله دين اخواننا وجنجويد، لا لا الجنجويد دين ما عندهم اخوان، حتى لو اخوك شقيقك ذاته ده جنجويد. قوات الدعم السريع جنجويد. بالواضح هنا بالدبر نسعيه ما شغل بيلبدوا ولا طمصوا ولا بتاع، دين القطر ذاته. سؤال، الناس اللي بيفضوا في الاعتصامات دي الناس دي وين؟ ليه ما قبضوا ولا زول واحد؟ وين المحاكمات حقتهم؟ اللي بيقتل منهم؟ ده حاجه ده لازم نعرفها. وفي حاجه واحده ثانيه لازم احنا برضه نعرفها، ولازم الشعب السوداني لازم يعرفها كويس. يا جماعه الماشيه ما عندها عداوه. الماشيه ما عندها عداوه، ما في زول يجي القلق بهاي ماشيه يضرب ذخيره. حتى لو كان كلام ده قديم والصور الحصي طالع في الميديا في اليومين دول صور كانت قديمه، لكن برضه ده خطا. من حق اي انسان يقدم انه انت قبل كده قتلت له ماشيه، لو قبل 100 سنه ما ده دليل. بجيب عليك بخط عليك بقول لك والله يا ولد اللي عمل حقتنا قتلوه، ومن حقه انه يحتفظ بالصور. انت ما قاعد تحتفظ بالصور حقتك صح ولا ما صح؟ ايه هو ما عنده زول قتله، لكن عنده ماشيه حقته دي مش سرحت وجا لقوها ناس وضربوها، ما معروف الناس دي الحراميه شالوا العبل ولا من الفاز عجاد جروا منها وقتلوها، ولا العبل دي اصل لقوها ناس تروبور وقتلوها، ولا العبل دي قتلوها هم من جزء منهم عشان معمول لها فتنه، ده كله ما معروف. لكن في النهايه شنو؟ ها؟ المسبب بتبكي شنو يا جماعه؟ بتبكي الريشه. والحيوان ده ما عنده عدو، انت تقتله ليه شنو يعني؟ دي الصور يومين دي لافه في الفيسبوك ولافه في الواتساب. والكلام ده بزاد نفسه والله خطا، والله العظيم خطا خطا جد. فيبقى انه الحته دي دارين نحن دارين الوحده الوطنيه الحقيقيه عشان نقدر نحن نبني دوله حقيقيه، والدوله دي بيبناها الشعب السوداني. اذا اراد الشعب السوداني ان يكون يعني دولته دوله صحيحه ودوله المواطنه، نحن والله بنبني دوله المواطنه بالشنو يا جماعه؟ بالتعافي وبالتماسك وبالتكاتف ونمشي لقدام. لا ترجع للادارات الاهليه ولا ترجع لغيره ولا لغيره، ارجع للشباب الحسي موجودين ديل، الشباب الثوره الحسي قايم ده، اللي بيقول لهم والله ديل ما بعرف الشيوعيه ولا والله لو الشيوعيه ذاتهم بيجمعوا الناس زي ده، بيجوا من الخرطوم، من الخرطوم دي الشيوعيه؟ ديل ما شيوعيه. الناس الجوليه للثوار الحقيقيين، يبقى الثوره دي ما عندها علاقه بالشيوعيه، عشان ما في زول يقول لك لا لا والله ديل الشيوعيه ما عندها علاقه بالشيوعيه الثوره ذاتها. الشيوعيه ذاتهم هم جايين راكبين، بس راكبين لهم حصان، حصان جديد، حصان جنجويتي جديد. فهمت الكلام ده؟ لا فهمته. فالثوره دي سايقينها ناس شباب. الشباب السايقين الثوره دي اذا نحن خطينا يدينا معاهم وشكرا لكل الى الليالي عشان السودان يبقى شنو؟ دوله واحده. وفي ناس بتسعى ان السودان ده يكون شنو؟ دولتين لمصالحهم هم. الناس اللي عندهم يعني أي اجنده خارجيه، اجنده بتاعت التجاره في ليبيا وغيرها. قال الصور دي من 2013 الحرب بين المعاليه والرزيقات. والله ما خلاص عاين يلا حرب بين انت ده ما كلام بتقوله يا احمد علي، لكن الكلام ده ما في زول بيكون عارفه مع احترامي لك. انت عارفه دي الحرب بين المعاليه، وانا ما قلت لك يعني قال بين المعاليه والرزيقات. طيب والمعاليه والرزيقات كلهم مع بعضهم يا العوام، لكن انا قلت لك ما انا قلت لك ما معروف كتلوهن شاهن زول سرقن الحرب بين النفرين في زول مندس في نص النادي، انا ده ما بعرفه، انا ما حكمتك منو عمل الكلام ده، لكن ممكن انه انا قلت لك دقاني بكى وسبقني شنو؟ اشتكى.
انت فاهم القصه دي؟ فيبقى هنا انت المفروض تقع عليك، ودي بحد ذاتها اي زول بيحتفظ بحاجه. والان الصور ها لافه، لانه الجنجبيل ما عندهم حاجه، ما عندهم حاجه، ما عندهم حجه، حجه بيقدروا بيقولوا انه نحن والله سووا لنا ما سووا لنا ما في. وانت ما بتقدر اذا ما توحدنا، انا بوريك اذا ما توحدنا في الصوره دي وحطينا ايدينا مع بعض، الجنجبيل اللي بيشوفهم ديل واللي عندهم حاجه اسمها الدعم السريع دي، المره حقتهم مرتهم. اسمعوا الكلام ده كويس، المرة حقتهم برد بدلوه برد بأمين. العار عوير راقدات في الخيم وبيصرف من درة الدولة. انت فاهم القصة دي ولا ما فاهم القصة دي؟ ها البنزل منين انت جاي؟ دي ما حكومة جديدة، هو ده معتمر وطني رقم 2، انت فاهم؟ بعد ده كله المصفقات يجي يقول لك لا لا احنا والله العظيم مع الدعم السريع، والما بيدار الدعم السريع وهي ما نحن نحجب الخرطوم. يا زول والله الخرطوم لا بتهجمها ولا حتشوف حرب اصلا، ولا السودان حيشوف حرب قدام تاني. انت عارف تبا لكل من يحاول انه داير لسه الذخيره تولع وبيتمنى انه الذخائر في الخرطوم ويتمنى الذخائر في بور سودان ولا الذخائر في حلفه ولا لا لا، دايرين التسامح ده، دايرين التسامح الحسي ده، دايرين القافله الجاد دي، بس ده الدرب اللي احنا هنمشي به، ده الدرب اللي احنا هنمشي به، ويجب علينا احنا نمشي به، ويجب على كل الولايات وكل المحافظات وكل الفرقان تطلع تعتصم تطالب بحقها بالسلميه، اعتصام بالسلميه. سلمية دي تحافظ عليها. الدولة بتتبني بكرة بس، نسيج الاجتماعي حقكم ده بيبني الدولة. لا حمدوك بيقدر بيسوي لك حاجة، لا حميدتي الكذاب بيسوي لك حاجة، لا كباش الكذاب بيسوي لك حاجة، لا برهان الكذاب بيسوي لك حاجة، اسمع الكلام ده كويس، ديل كلهم شواطين. كلهم شواطين. هتقول لي والله إلا من رحم الله، هذول ما فيهم زول رحمه الله، كم في زول رحمه الله فيهم كان جابوا زول واحد قتل قتل الناس في القيادة العامة. كلهم مسترين، ومن مستر على الجريمة فهو مجرم. أنت تستر على الجريمة وتستر على المجرم، انا هسميك شنو يعني؟ هسميك امام يعني ولا شنو؟ لا لا انت مجرم. فنحن دي دارين ننتهي منها، عشان ننتهي منها برضه لازم نقبل باهلنا، والكلام ده لاهلنا الموجودين في جبال النوبه. التحيه ليكم كلكم، ها في جنوب كردفان بالذات. التعايش السلمي بودي الناس لقدام، بودينا لقدام، وبخلي الوطن ده يكون وطن. لكن اذا نحن اتماسكنا، وزي الحس عالم كلام برضه احنا بنشوفه الجاري في جبال النوبة، برضو السكة دي لازم تتغير. قال صلح نفسك يا مزروع، جاك الجنجبيل داير بدي لك انت طوالي. والله يا اخوي تحياتي لك. كويس، اهلنا في جبال النوبة لازم يكونوا عارفين في وقت الراهن. إذا أردت الوحدة، الشغل طامس ده حرب برا خلوه. إذا دارين الوحدة بتاعت الوطن ودارين سلام، اتفقوا مع الشباب الثوري وكلنا نجي نعمل السلام، والسلام هنجيبه غصب عن أي زول. لا أنتوا دايرين الدولة دي، ما دايرين الشمال كمان، ما خلونا من قصة الألمانية والليبرالية كلام الفاضي ده، خلونا منه، خطوها برا دبر نزيه يا جماعة. قال أي حدا يفوت كويس يا جماعة، قال أي والله دارين يفوت عديل كده بالباب. يا معانا في الصورة دي نجيب كلنا مع بعض ونحاسب أي مجرم ونبني الدولة اللي بتشبهنا نحن كسودانيين كلنا مع بعض. الدولة اللي أنت بتشوف نفسك فيها دي ودار المراية اللي أنت بتشوف نفسك فيها دي، أنا وأنت نجي 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 نبنيها سوا. ده إذا عارضنا الدولة حقيقية، وكلام ده أنا قلته حتى لأبنائنا في دارفور أو في غرب السودان كله. لما يجي يقول لك إحنا أبناء غرب السودان نتوحد، نتوحد ضد منه؟ ضد الشمالين. طيب كويس، نحن شلنا السلاح كم سنة في دارفور؟ كم؟ 20 سنة. طيب الشمالين برضه يشيلوا السلاح يعني؟ طيب دي ياتي دولة دي برضه. قلنا إذا دارين نتوحد تبقى دولة زي الوحدة العسكرية دي، الناس الجدد دي الوحدة اللي إحنا دايرينها. لا ده ما في، كمان خلينا نرفع يدينا عديل لاهلنا في الشمال. يا جماعه قال اي والله احنا فترنا، دارين شنو؟ والله دارين ننقسم بدون اساءه، بدون نبس، بدون اي شيء، بكل ثقه وبكل امانه، ونرفع يدينا احنا ناس عديل دارين حقنا يا جماعه. خلاص فترنا والله، دحرنا ده دبر. لكن ما ممكن انت تعمل طامسه دحر برا تقول والله يا اخي احنا تعالوا، ها تعالوا تعالوا احنا كغرب السودان نتوحد ضد منو؟ ضد الشمالين الجلابه الامل الجيش عليهم. طيب ما تعال نعالج الشغل ده، لازم طلعوا الثوره كلهم سوا. طلعنا الثوره ليش؟ الثوره طلعنا ليه؟ طلعنا عشان نغير،
عشان نغير شنو؟ عشان نغير الدكتاتورية الموجودة في الجيش والموجودة في الشرطة والموجودة في، طيب يجي معناته هو كده دايرين نغيرها، نحن نتحمل المسيرة بتاعت الثورة السودانية دي ونوحد الصف كلنا مع بعض عشان نقدر نبني دولة، والجنجويد ده نقدر ندخلهم في داخل الجيش، الجيش الكعب هم كلهم مع بعضهم، كله طين في طين والعجين في عجين. فأنا شاكر ومقدر لكم كثير جدا، وفي ناس علقت هنا كثير، أنا تعليقات واحدة دي ما شفتها كويس كويس. قال السلام ده خروف صحة يأتي، والله يا رحمة انت 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 انا داير اوريك حاجة واحدة يا اخي، انت خلي غيرت صورتك، ما انت قاعد معانا من 2008 قاعد في الصفحة دي، مع احترامي لك يعني، فانت حركة بتاعت الناس الشريعة ديل كان غيرت صورتك الحقيقية ذات ما صفحتك قاعدة عندي، فأنت أصلا زول معروف معروف تكفيري تابع لنادي عبد الحي يوسف، فلا عسفا عليك يعني، الواحد لما يرد لك ذاته بيكون يعني ضيع وقته ساكت معك، فأنا قلت لك أنت تقعد في الصفحة دي أنا ما بحضرك، أنت قاعد من 2008 في صفحة حامل يعقوب دي من 2008 والله رحمة ده قاعد هذا هسه بس غير الصورة حقته كويس. فالمهم تحياتنا لكم كثير، الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة دي اللي بتحقق المطالب، والتحية لكل من شارك في مليونيات السلام، والتحية لكل من شارك في الخطوة الحسية دي، والناس الجوع الليلة لحد يرتتع لهم التحية والاحترام، التحية لكل الأصدقاء، والتحية للناس حتى اللي ما بنعرفهم، التحية لكل لجان المقاومة، ودي الخطوة اللي احنا دايرينها اللي بتودي الشعب السوداني لقدام، والخزي والعار للجنجويد ومن صفق للجنجويد، كل من يصفق للجنجوي كويس. فإن شاء الله إذا بقي في العمر بقية هنلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، أبقوا طيبين أبقوا كتار، وآسفين لعدم الوقت لللايفات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.